ايوه كده انت في بداية الروقان. علي خصيمك النبي محمد اللي ما تسمعنا السقفة، اللي يحب النبي يسمعنا السقفة بس. ها نسمع سقفة البشوات. الله عليك يا رجالة. الله الركن البعيد الهادي كله تمام. النبي الشباب اللي ورا ده فك ايديها كده اهو، سمعنا السقفة. ايوه انت انت اتقل تاخد حاجة نظيفة. هو ده ايوه. انزل تاني انزل تاني. احنا طبعا شفنا سقفة الرجالة وطلعت سقفة كله تمام. فيها حاجة لو العريس يجي هنا، لو مشغول لو مشغول رامي يجي، لو العريس مشغول رامي يجي عادي. طب العريس فين؟ هو فين؟ تعال موزة عايزين نتحظ شوية كده، ما تسيبونيش هنا لوحدي. لا روح 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 أحلى دنيتنا أحلى حمد لله كل الضيوف اللي حضروا. تعالى العريس عنا. العريس جاي لك يا حمص. الأول الحمصاني بيقول لي حاضر أقول لك أهو. تعالى عريس يا ميدو ميدو مشاكل يا حمص. ايوه انزل لي تاني انزل لي انزل لي تاني انزل لي تاني انزل خالص. ايوه انزل خالص. بقول لك ايه بقى يا باشا، خصيمك النبي محمد يلا ترفع ايدك فوق. مش هقول اللي يحب ربنا يوم يقف والكلام ده، انا بقول لك وانت قاعد زي الباشا ارفع ايدك لفوق وشوف اللي جايه دي. هو ده الحب في السان فارس. اللي يحب مين يرفع ايده مرجان اخبط بيه يا مان. يا بابا بابا ام سامي بتقول يا بابا اسمع هوبا. اللي يحب ما يرفع ايده فوق فوق فوق. يا حب صاني ما تقول رمضان بشكل تاني. يا رب 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 سيدنا كل انتهرب سيدنا ما بيخلصش من ايدنا عليه رب. شل حرنا شل سلنا شل حرنا شل سلنا يلا بينا عليك يا لان يا لان الحبس يا لان يا لان يا لان هيروحش يا لان. الحمد لله على السلامة كل الضيوف اللي حضروا كل دول فريد الكفور ورامي الكفور واهلا وسهلا مرحبا بيه. وعشان الدنيا يقول في الدنيا ده بابا وهش المشهد يا رب كنت فيها. العب وما تقبل وما تقبل يا حكيم هو الشاط احلى حكيم. يا جماله يا جماله حب النبي احنا الشاطر. يا حب صامي ها
هنرجع قد هيلة قد هيلة بنقول في سلام كده الحمصاني يا ميدو ميدو مشاكل في سلام جديد هنقوله لأول مرة محمد مرحوم أشيكو قول أحمد معارك وصباح لكل راجل غايب وصباح جميل لبابا هاشم مشعل وكل راجل في الدقيقة يلا يا شيكو في سلام جديد الحمصاني والشياكة بيقولوا بشكل جديد النهاردة في محل مرحوم والنبي يا ابو احمد لو عجبك الكلام ده هو تسمعنا سقفتك الحلوة كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات زي اليوم دول عشنا مع بعض احكام ايه رايك في الكلام ده يا باشا تفك ايدك كده وسمعنا السقفه بس سمعونا السقفه كده السقفه بس قبل اللي فات زي اليوم على السلامة يا أهل الكتير كل الضيوف اللي حضروا أنسونا من الحضور أحمد غرابة وعم طارق عيون قصيدة النبي محمد يلي ما تقفل على كرسيه شوف بقى أنت بتتعب نتعب إحنا الناس إزاي ها اللي يحب النبي يرفع إيده فوق يشوف اللي جاية معنا على السلامة ارجع ايام زمان بس البلدي مش اللي بسره احنا عايزين البلدي مش اللي بسره الجديد تايوان وبسره احنا عايزين البلدي بتاع الحمص الوش الحمصاني عم احمد ابو روعه ستة هو ده اللي انا عايزه هيفرح كده كده وهيرقص كده كده تعالى وتطلع كده وتطلع كده هروق هي اخر حاجة وهي اخر حاجة كل الناس بتقولها
طلة ارشع عبارة ارشع عبارة عشان خاطر يا شاطر عشان الفلوس. مع السلامة يا فلوس مع السلامة يا فلوس. العريس طلة عدلنا احنا طلة هيا شاطر بس حبس يا احمد المرمي يا احمد المرمي يا شيكو بس الحبس يقولك عشان حكيم حكيم بيقول الملو خمس دقايق بالظبط وهسيبك دقيقتين بالظبط. حكيم بيقول الملو الحلوه اللي معاك بص صبح لي على الناس الحلوه حكيم الملو بيقول الملو بيقول الملو بيقول الملو الملو حكيم الملو الترجي.